يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نقول بعد أن نذكر الدعاء الوارد بعد الأذان أن نزيد لفظة إنك لا تخلف الميعاد؟ لا، ما وردت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث الذي وعدته، بس آت محمدا الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، ولا تجد تقول إنك لا تخلف الميعاد، لأن هذه ما وردت. نعم.